السؤال الثاني معلش، اخر سؤال، في سورة الاعراف، واذا اخذ ربك من بني ادم من ذريتهم ويشهدون على انفسهم. انا قرات في هذا الايه ان لها تفسير ان ربنا خلقنا كلنا البشر كله وشهدنا على انفسنا، فانا مش متخيل او مش فاهم الايه كويس. يعني أخذ الميثاق على ذرية آدم أو في صلب آدم أن يوحدوا ربهم، فأقرت الذرية بذلك، تمام، أقرت الذرية بذلك وهم في صلب آبائهم آدم. ثم لما خرجوا إلى الدنيا خرجوا على الفطرة أيضا، بعد ذلك هودوا ونصروا ومجسوا وأشركوا والعياذ بالله. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يعبد أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يعني معنى الآية نحن كلنا قلقنا على التوحيد. تمام، جزاك الله خير.